تفجير البيئة هي هيئة مستقلة تقوم بإدارة الشؤون البيئية الخاصة في إمارة الفجيرة. تميزنا بكثير من المهام والملفات الثقيلة في الشؤون البيئية. من أبرز إنجازات هيئة الفجيرة للبيئة شبكة رصد وتتبع الانبعاث. ارتأت إدارة الهيئة لإعداد خطة استراتيجية لتحقيق مهام هيئة الفجيرة للبيئة. هيئة الفجيرة البيئية هي طبعاً جهة حكومية محلية أنشأت بمرسوم في 2018 من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الفجيرة. يترأس الهيئة الشيخ محمد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة البيئية. هيئة الفجيرة البيئية هي هيئة تقوم بإدارة الشؤون البيئية الخاصة في إمارة الفجيرة. تقريباً ترأست الهيئة في 2021 كمدير عام لهيئة الفجيرة البيئة. في الحقيقة هيئة الفجيرة البيئة عندها ملفات كثيرة تعنى وتهتم بإنجازها والحفاظ على إمارة الفجيرة من الناحية البيئية. اختصاصاتها كثيرة. تميزنا بكثير من المهام والملفات الثقيلة في الشؤون البيئية، كالحفاظ على خلينا نقول التنوع البيولوجي البري والبحري الموجود في إمارة الفجيرة والحياة الفطرية، إدارة المحميات الطبيعية كذلك البرية والبحرية، إصدار التصاريح البيئية الخاصة بالمشاريع البيئية الموجودة في الإمارة للحفاظ على المستثمرين واستدامة المشاريع البيئية الموجودة، كذلك وضع الخطط وتطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالنظم البيولوجية الموجودة في الإمارة. بفضل القيادة الرشيدة وتوجيهات القيادة الرشيدة استطعنا خلال هذه الأربع سنوات أن نضع لنا قواعد أساسية ومرتكزات وممكنات لهيئة الفجيرة البيئة على خارطة دولة الإمارات. في الحقيقة في تعاون كثير بيننا وبين الجهات المحلية الموجودة ساعدتنا في وضع الأطر الأساسية لإنشاء هذه الهيئة والظهور بها في المحافل الإعلامية، التعاون مع الجهات الوزارية والهيئات البيئية الأخرى الموجودة في إمارة في الإمارات كذلك كان لها السبق في موضوع الاستعانة ب خلينا نقول كمراجع لبعض الخطط الاستراتيجية الموجودة في هيئة الفجيرة البيئة. من أكثر الأمور التي نركز عليها في الهيئة هي الاستعانة بأحدث النظم والتكنولوجيا الخاص بوضع الحلول البيئية الخاصة في استدامة الموارد الموجودة لدينا. من ضمن اهتمامات هيئة الفجيرة البيئية هي الحفاظ على الموارد المائية والمياه الجوفية والحفاظ عليها من التلوث والاستنزاف، فكانت يمكن من أكثر الأمور الهاجس والتحديات التي تواجه هيئة الفجيرة البيئية في العمل لوضع السياسة والتشريع الخاص بكل خلينا نقول بند من بنود المرسوم. نركز حاليا هيئة الفجيرة البيئية على بعض الأهداف الأساسية والتي هي مرتبطة بالأجندة الوطنية. حماية الثروات الموجودة في إمارة الفجيرة من أكثر الأولويات، الحفاظ على جودة الهواء من كذلك الأولويات التي نركز عليها باستخدام أحدث التكنولوجيا الموجودة. مشاريعنا الموجودة في التي تديرها هيئة الفجيرة البيئية منها الإينوز أو الأنف الإلكتروني والذي هو موزع في أكثر من منطقة في إمارة الفجيرة ليرصد لنا بعض الانبعاثات الخاصة بالملوثات البيئية والتحكم بها عن طريق غرفة العمليات.
الحفاظ على الموارد والبيئة البحرية عن طريق المشاركة مع مراكز البحوث والجامعات الخاصة بدراسة بعض التحديات الموجودة في الإمارة ووضع الحلول البيئية الخاصة بها، مثل الصيد الجائر، مثل الاحتطاب، مثل المحافظة على الحرف التقليدية من مع الصيادين وهم السكان المحليين، مثل الصيادين، مثل العسالين، مثل المزارعين. فهذه الفئات تحتاج إلى وضع أو تنظيم القوانين الخاصة بها، أو إعادة وضع خطط وسياسة بتنظيم النظم البيولوجية الخاصة بهذه الفئات. طيب يا جماعة، اليوم بس عشان الكويك ميتينج هذا اللي راح يكون، نبي بس خلينا نقول البرسنتج أو نسبة الإنجاز في بعض المشاريع اللي احنا بديناها واللي احنا كنا فيها بايونيرز وكنا بادين فيها على أساس أن نشوف نسب الإنجاز. فأول كان أول مشروع كنا اشتغلنا فيه مع بعض، والمشروع ما شاء الله يعني يمكن كنا احنا الناس السباقة في هذا الموضوع، اللي هو المهندس اللي أوجدنا فيه حلول التخلص من النفايات. كان توفير الحلول الآمنة للتخلص من النفايات الخطرة. الخطرة. والنفايات غير الخطرة اللي لا يوجد لها حلول على مستوى الدولة. كنا سباقين في استخدام مواد خام بديلة لمصانع الأسمنت، اللي هو التخلص الحراري، ووقود بديل لمصانع الأسمنت. قللنا من البصمة الكربونية بتحويلها للمكبات، وقللنا البصمة الكربونية لاستخدام المصانع الأسمنت للوقود التقليدي والمواد الخام التقليدية، حافظنا على المواد الطبيعية، رفعنا المؤشر الاستدامة. بالنسبة للتجربة ناجحة 100% في إمارة الفجيرة، لاقى النجاح تعميمها على الدولة، وكانت نموذج أو إحدى أدوات نجاح المؤشر في استراتيجية الحياد الكربوني 2050. طيب الحين احنا اوريدي سوينا اتفاقيات مع مصانع الاسمنت وبدينا نشتغل وياهم، تطبيق 100%، نكست ستيب اللي راح نشتغل عليه. هذا هو اهم شيء عندي في المشروع هذا نفسه. احنا اشتغلنا الحمد لله، ومصانع الاسمنت مربوطة عندنا في الكنترول روم، وموجود فيها داتا يوميا، وفيها مراقبة مونيترينج، ويمكن الحين تنزل بعد في موضوع اللي هو منظومة التفتيش الجديدة. صحيح. شو النكست ستيب اللي بتكون؟ هذا اللي أبا منك عقب إن شاء الله تعطيني فيه تقرير. يمكن هذا من أكثر بعد المنجزات الثانية، من أكثر خلينا نقول التقارير أو المشاريع اللي إحنا اشتغلنا عليها فيما يخص النفايات. فأعتقد مهندسة إحنا كنا اليوم الصبح حتى نتكلم عن الموضوع اللي هو تكون عندنا بلاتفورم كاملة للنفايات الخاصة بالإمارة، من النفايات الطبية الإلكترونية الصلبة سي ان دي، نفايات السائلة واللي الصناعية، وشو بعد عندنا؟ طبية. هو فعلا في الإدارة المتكاملة للنفايات المعتمدة من وزارة البيئة والتنوع المناخي، عموما على كافة الإمارات المحلية، وباشرنا فيها في تأكيدها في إمارة الفجيرة، وحاليا جاري عمل على وضع سياسة لإدارة النفايات في إمارة الفجيرة. زين. الحمد لله يمكن من بعد الأشياء اللي قاعدين احنا نشتغل فيها اللاين مع الجهات المعنية اللي في الإمارة، اللي هي عندنا البلديات وعندنا الجهات الاتحادية هي الوزارات، اللي أباي طبعا احنا الأشياء هذه كلها عندنا لها خطط استراتيجية ومربوطة بمؤشرات. فقبل نهاية السنة طبعا بتكون عندنا فيها خلينا نقول نسب إنجاز معينة، بس عشان نكون إحنا من الناس الأوائل اللي سوينا بلاتفورم كاملة لموضوع النفايات في الإمارة من A to Z، حتى في التراكينج، في ناحية الاستيراد والتصدير، في ناحية الكنترول اللي موجود في الإمارة، بالإضافة إلى الأمن والسلامة. لا تنسي إن كانت عندنا فترات الصيف بعض المصانع اللي هي كانت تولد النفايات من عندها كانت تستوي عندها فيهم حرائق، فعملية الكنترول على هذا بعد كانت مهم جداً. في عندنا من الإنجازات اللي ممكن نتكلم عنها تقرير الاستدامة اللي اشتغلنا عليه،
ل 2023 والحين ان شاء الله في 2024. طبعا الفجيره تعتبر عندها اول محميه جبليه هي محميه وادي الوريعه، والتي ترشحت لمواقع اليونسكو في اللائحه التمهيديه، وهي اول كذلك محميه محيط حيوي. عندنا المحطات الموجوده في البيئه البحريه، يمكن المهندسين من اكثر كذلك المشاريع اللي اشتغلنا عليها اربع، فوين وصلت مهندس؟ اكتملت المشاريع الحمد لله، اربع محطات موجوده حاليا في المواقع الرئيسيه، طاقه قراءات ومؤشرات 100%. يمكن عندنا بعض المعدات التفتيش في اقسام التفتيش نحتاج يمكن السنه الجايه نسجلها لتساعد منظومه التفتيش في عمليات التفتيش عندهم، فيا ليت مهندس تزودني في اياها عشان احنا تكتمل عندنا مشروع منظومه التفتيش الجديده اللي قاعدين نشتغل عليها. بس حبيت اخبركم بعد واقول لكم ان احنا اصدرنا الكتاب الثاني اللي هي الحيتان والدلافين. طبعا الكتاب الحيتان والدلافين ينضم الى كتاب التاريخ الطبيعي للاماره، وهي سلسله من سبع كتب راح تصدر ان شاء الله عن هيئه الفجيره للبيئه. مهندسة شريفة علي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي. إدارة الرقابة والرصد البيئي إدارة متخصصة في الرقابة المتكاملة على المشاريع والأنشطة ذات الأثر البيئي للتأكد من تطبيقها للمعايير البيئية واتباعها لأفضل الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة. الرقابة تشرف أيضاً على عمليات تداول المواد الكيميائية، وتعمل على الرقابة على المواد الخطرة وتنظيم تداولها واستخدامها والتخلص السليم منها. إمارة الفجيرة كانت من أوائل الإمارات في تنظيم تداول المواد الكيميائية وتنظيم تصاريح استيرادها وتداولها وتخزينها والتخلص الآمن منها، وأوجدت حل رائد على مستوى الدولة في التخلص السليم منها ومعالجتها معالجة حرارية في مصانع الإسمنت. الإدارة أيضاً تتولى الرقابة على جودة الهواء في الإمارة لوضع حلول والعمل على تعزيز جودة الهواء في الإمارة والاستجابة لمتطلبات الاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من الانبعاثات. أيضاً موضوع الرقابة على مشاريع القائمة في البيئة البرية والبحرية والتفتيش الدوري عليها للحد من الممارسات الخطأ. الإدارة تدير فريق متكامل من المفتشين اللي يعمل على الحملات التفتيشية الدورية على المنشآت والمشاريع ذات الأثر البيئي والعمل على ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للمعايير والقوانين البيئية المحلية والاتحادية. الرقابة تدير غرفة عمليات تعمل على مدى الساعة للاستجابة للشكاوى والتحرك السريع. غرفة العمليات تدير شبكة من محطات رصد جودة الهواء، محطات مراقبة جودة البيئة البحرية، وتستقبل بيانات من شبكة متميزة لرصد الانبعاثات والروائح. مشروع رائد في الشرق الأوسط. من أبرز إنجازات هيئة الفجيرة للبيئة شبكة الأنف الإلكتروني، شبكة رصد وتتبع الانبعاثات. من أبرز إنجازاتنا لأنه مش أول شبكة على مستوى الدولة وإنما على مستوى الشرق الأوسط. خلينا نشوف.
السلام عليكم. السلام. شو أخباركم يا شباب؟ الحمد لله. هذه غرفة العمليات شغالة 24 ساعة، تشتغل على الرقابة على حالة البيئة في الإمارة وتتبع البيانات من أجهزة الرصد، من محطات جودة الهواء ومحطات جودة مياه البحر ومحطات شبكة الأنف الإلكتروني، الشبكة اللي تعتبر إنجاز رائد لهيئة الفجيرة للبيئة، مش على مستوى الدولة فقط، على مستوى الشرق الأوسط. شبكة تعمل على رصد الانبعاثات والروائح في الإمارة بشكل آني، أي تغيير في المؤشرات تبدأ الشبكة تعطي ألارم، تتحرك فرق التفتيش على تحليل البيانات والتحرك والبدء بتحليل الحالات لتحديد مصادر الانبعاثات والروائح. مهندس محمود عطنا الابديت لو سمحت. زي ما حضرتك عارفه باشمهندسه، بيتم مراقبه النظام خلال 24 ساعه عن طريق فريق غرفه التحكم، وحاليا الوضع مستقر لدى اي انبعاثات بالمنطقه. ما فيش بس غير في كيس كانت في الصباح الباكر الساعه 5 صباحا كانت موجوده في منطقه فويز. هنا الله عايز هنا تغير في الالارمات اللي موجوده بالانوف الالكترونيه من عن طريق الاصفر لحد الاحمر والاورنج، وده بيدل على تغير شده الانبعاث بتاع الكيس، بس الكيس كانت خفيفه وما يعني كملت حوالي ساعة بس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة واتباع البروتوكول اللي موجود بيننا وبين الشركات، وأرسلنا لهم الإيميلات، ودلوقتي في مرحلة تحليل الداتا عشان نوصل للمصدر الانبعاث المحتمل للحالة دي. بالإضافة مهندسة، احنا بنستخدم محطات جودة الهواء في تحليل الداتا. احنا عندنا أربع محطات، وفي محطة موبيل بس احنا بنستخدم المحطات القريبة من الانبعاثات ورصد الانبعاثات، وعندنا محطة في القرية هي أقرب محطة لرصد الانبعاث، فبنستخدم الداتا بتاعتها وبنعمل جنريت للداتا وكورليشن بين الداتا دي وبين نظام الإينوس، بنطلع الفاينل ريبورت في الآخر وبنرفعه لحضرتك إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية مهندس. يعطيكم العافية شباب. المطروشي مسؤول مكتب الاستراتيجية والمستقبل. بحكم أن هيئة الفجيرة هيئة ناشئة، ارتأت إدارة الهيئة لإعداد خطة استراتيجية لتحقيق مهام هيئة الفجيرة للبيئة. تم تأسيس هيئة المكتب الاستراتيجية والمستقبل لتصميم وإعداد الاستراتيجية البيئية لهيئة الفجيرة للبيئة من خلال عدة مبادئ رئيسية. أهم هذه المبادئ الرئيسية هو موائمة توجهات الدولة البيئية ورؤية إمارة الفجيرة في المنوطة بالحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، مع مراعاة أن تكون هذه الاستراتيجية موجهة للاستدامة وتضمن تحقيق مهام إنشاء هيئة الفجيرة للبيئة. حابة أتكلم معاكم شوي عن الخطة الاستراتيجية لهيئة الفجيرة للبيئة. ممكن فاطمة حبيبتي تعالي. الخطة الاستراتيجية لهيئة الفجيرة للبيئة، تعرف ان في عندها اهداف استراتيجية ومؤشرات. في امكانية من عندكم تحطوا لي مبادراتكم في الاهداف الاستراتيجية هذه ومؤشراتكم، ومن ضمنها ترفعوها لي اساس ان نراجعها معاكم ونشوف امكانية تنفيذها هذه المبادرات، واعمل ميثاق مبادرة لها. في عندكم جدول اخر قمت بعمله، انه كل هدف وشرحه والمحقق والمستهدف منه والمحقق، وتحطوا لي فيها المبادرات على أساسها من الأطراف المعنية في تنفيذ هذه المبادرات. أنتظر من عندكم الرد الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. في عندك أنت فاطمة
أباش تصممي معي المؤشرات الفرعية للأهداف الاستراتيجية والأهداف المؤشرات الاستراتيجية، إذا عندك إمكانية تساعديني في هالموضوع. بس أحب أوضح لكم نقطة، أن في تحديات وصعوبات قد تواجهنا أثناء عملية تنفيذ الاستراتيجية، استراتيجية الهيئة، نتيجة طبعا التغيرات المستمرة والإضافات المستمرة في أعمال ومجالات عمل الهيئة. لكن الحمد لله احنا قدرنا من خلال تصميم الاستراتيجية ان تكون هذه الاستراتيجية مرنة وقابلة للتغيير في اي وقت احنا نقوم بتعديل الاهداف الاستراتيجية ومؤشراتها. ممكن حتى استندنا على وضع ورش توعوية للاطراف المعنية بحيث انها تدعمنا في عملية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة او المستحدثة في هيئة الفجيرة للبيئة. في بس للتنويه ان في عندنا مؤشرات استراتيجيه، طبعا هذه المؤشرات هي الاساس في قياس مدى نجاح الاستراتيجيه، استراتيجيه هيئه الفجيره للبيئه. ف على حسب تحقيقكم للاهداف راح تنقاس فيها نسبه نجاح هذه المؤشرات، وعلى اثرها تكون نسبه قياس الاستراتيجيه في هيئه الفجيره البيئه. ان شاء الله راح تكون فيها نجاح مستمر وفي تطوير مستمر على حسب خبراتكم ومشاركاتكم ودعمكم في تطوير استراتيجيه هيئه الفجيره البيئه. اهم انجازات مكتب الاستراتيجيه والمستقبل، لله الحمد تم اعتماد الخطه الاستراتيجيه البيئيه لهيئه الفجيره للبيئه، وتم اعتماد 10 أهداف استراتيجية تخدم مهام هيئة الفجيرة للبيئة، و36 مؤشر استراتيجي يحقق من خلاله المهام المكلف بها الإدارات التنظيمية في الهيكل التنظيمي بهيئة الفجيرة للبيئة، وتم اعتماد 65 مبادرة استراتيجية لضمان استمرارية واستدامة أعمال هيئة الفجيرة للبيئة. أنا المهندس محمد عتيق، مدير إدارة السياسات والاستدامة البيئية في هيئة الفجيرة للبيئة. الإدارة معنية بشكل أساسي بإعداد السياسات والتخطيط البيئي لتحقيق توازن واستدامة بيئية. الإدارة معنية بعمل المسوحات والبحوث العلمية لوضع السيناريوهات المستقبلية لحل القضايا البيئية بشكل مباشر تأثير علامات الفجيرة. الإدارة معنية بتقييم تأثير الاستثمارات الاقتصادية والتجارية والصناعية على البيئة وعلى البنية التحتية والنمو السكاني بشكل عام. الإدارة أيضا معنية باقتراح وتطوير التشريعات والقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية من أجل إدارة مستدامة للبيئة البحرية والبيئة البرية، التنوع البيولوجي والحفاظ على مكونات النظام البيئي في إمارة الفجيرة، ووضع الخطط والاستشارة المستقبل في هذا الشأن. من أبرز الدراسات التي قامت بها هيئة الفجيرة للبيئة وتعتبر من الدراسات الفريدة من نوعها هي تطوير خارطة هيدرولوجية للإمارة تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة، وطورت فيها عدة خرائط بنظام الجي اي اس وخلافه، وتعتبر من الخرائط او تعتبر من قاعدة بيانات فريدة من نوعها على مستوى الدولة. ايضا من الدراسات التي قمنا بها في الهيئة دراسة التغيرات للبيئة الساحلية للإمارة والتطور في هذا الجانب، وكيف اثرت هذه التغييرات على حركة التيارات والتأثيرات المستقبلية التي قد تنتج عنها هذه التغييرات فيما يخص حماية المدن وتأثيرها على المنشآت الاستراتيجية على الساحل الشرقي تحديدا. من الدراسات الفريدة التي قامت بها أيضا هي دراسة الغطاء النباتي لإمارة الفجيرة واستخدامها أحدث التقنيات، منها تقنية الاستشعار عن بعد واستخدام الأقمار الاصطناعية لأكثر من 20 أو 30 عام سبقت، ودراسة التغيرات التي حدثت وتأثيرات التغير المناخي على هذا الغطاء النباتي للإمارة ككل. هيئة الفجيرة للبيئة
هي كانت سباقة في أحد أبرز المشاريع لتحقيق أهداف اللي هي الاستراتيجية الدولة الحياد المناخي. فإمارة الفجيرة طورت منظومة لاستقبال ومعالجة النفايات الخطرة والنفايات غير الخطرة في مصانع الأسمنت كحل آمن من الأجهزة والتقنيات التي تستخدمها الهيئة لقياس المتغيرات البيئية. مثال على ذلك محطات مراقبة البيئة البحرية التي تقيس عدة مؤشرات من خلالها يمكن التعرف على أي تغيير قد يحدث في البيئة البحرية، وبالتالي عمل خطوة استباقية لحماية البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي والموائل البحرية من أي أضرار أو أي آثار بيئية. ننتقل الآن إلى غرفة التحكم لكي نرى الأجهزة المستخدمة والتقنيات المستخدمة في قياس المتغيرات البيئية. هذه تعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة التغيرات البيئية على البيئة البحرية تحديداً، وهي محطات لمراقبة البيئة البحرية بناء على الدراسات والمسوحات التي قامت بها الإدارة أو الهيئة. الإمارة تتميز ببيئة بحرية فريدة من نوعها، تضم العديد من الكائنات البحرية، تضم العديد من الموائل البحرية النادرة مثل الشعاب المرجانية وغيرها من المناطق. هنالك أيضا محميات بحرية، مناطق حساسة بيئيا كان لابد من حمايتها، ولحمايتها لابد من مراقبة المتغيرات البيئية لمؤشرات البيئة البحرية. وزعنا عدة محطات، لدينا محطات لمراقبة البيئة البحرية في إمارة الفجيرة بالقرب من محطات التحلية لقياس تأثيرات محطات التحلية على البيئة البحرية، وأيضا لدينا محطة اللي هي مدخل ومخرج الموانئ، لدينا محطة في منطقة الدبا، وأيضا لدينا محطة في منطقة العقة. هذه المناطق تتركز فيها المحميات البحرية، فبالتالي نحن بحاجة إلى مراقبتها بشكل دائم. في حال رصدنا أي تغييرات في هذه المؤشرات أو هذه المعايير، يقوم الفريق التفتيش البحري مباشرة بالتحرك إلى الموقع الذي تم رصد فيه التغيرات والتحقق من قد يكون المؤثر، من هو المصدر التأثير أو مصدر التغيير، بسحب عينات وتحليلها أو بالتحرك لمصدر هذه التأثيرات أو هذه الملوثات التي قد تكون قد حدثت في هذه المنطقة. هذا بشكل عام. المحطات أيضا تقيس الطقس وخلافه. أيضا لدينا سواء على نطاق إمارة الفجيرة أو مدينة الفجيرة أو على نطاق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، هنالك دوريات تتحرك باستمرار لمراقبة البيئة البحرية والمتغيرات والممارسات الخاطئة التي قد تكون تحدث في البيئة البحرية. فاطمة خلفان الكندي، مسؤول مكتب الإعلام البيئي في هيئة الفجيرة للبيئة. يرتبط مكتب الإعلام البيئي مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة الفجيرة للبيئة، حيث أن احنا نركز على تقديم التوعية وتثقيف أفراد المجتمع في إمارة الفجيرة وللمحافظة على مواردنا الطبيعية، مثل التركيز على الاستدامة في ترشيد المياه والطاقة، وكذلك الزراعة المستدامة والتنوع البيولوجي، وكذلك نقوم على عمل الكثير من المبادرات والحملات البيئية وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع في فعالياتنا المجتمعية
مثل حملات التشجير وأيضا إطلاق السلاحف البحرية. فمن ضمن إنجازات هيئة الفجيرة للبيئة هو عمل مشروع الانفايروميتا، وهي عبارة عن مشروع افتراضي لثلاث بيئات، البيئة البحرية الميتافيرس، وأيضا البيئة التنوع البيولوجي، وأيضا يغطي متحف هيئة الفجيرة للبيئة. فكله يحاكي إمارة الفجيرة والحياة الطبيعية فيها. فاطمة الحنطوبي، مسؤول بيئة بحرية وموارد مائية. مسؤوليتنا إحنا كهيئة الفجيرة للبيئة بالنسبة للبيئة البحرية الحفاظ على الموارد من الاستنزاف، الحفاظ على البيئة البحرية من أي تلوثات ممكن تصيب البيئة البحرية وتضر لنا على التنوع البيولوجي. كذلك إحنا عندنا محميات بحرية إن شاء الله الحين بنشوفها، تقريبا 5 محميات بحرية. هذه المحميات البحرية اوريدي أقيمت لحفظ التنوع البيولوجي، فنمنع أي ضرر يكون فيها، لأنها من نوعية الفئة ألف اللي تمنع أي ممارسات خاطئة ممكن تكون في هذه المحمية. المحميات عندنا 5 محميات تقريبا: محمية العقة، محمية الضدنة، محمية جزيرة الطيور، محمية البدية، ومحمية البيت متوحد. راح نمر عليها كجولة أساسية يوميا، تكون هاي الجولات تقريبا نشوف مدى التنوع الموجود، التنوع البيولوجي الموجود فيها اللي ممكن يظهر لنا على السطح، وبعد نشوف إذا كان أي وضع خاطئ يمر على هذه المحمية في هذا اليوم. أنشطة المزارع السمكية من الأنشطة الحيوية اللي ممكن تأثر على البيئة البحرية. دورنا إحنا كهيئة الفجيرة للبيئة المحافظة على البيئة البحرية من أي تلوثات ممكن تصيبها من أي أنشطة ثانية. نتأكد أن أي نشاط ما له أي تسربات يؤثر على التنوع البيولوجي البحري عندنا، ونتأكد أنه هاي الأنشطة أيضا لأنها في النهاية هاي الأنشطة تعزز عندنا التنوع البيولوجي، تعزز عندنا قضية الأمن الغذائي وهالأمور، فنتأكد أنه هذه الأنشطة في مأمن من أي تلوث آخر ممكن يضر هذه الأنشطة. البيئة البحرية عندنا كثير من الأنشطة اللي تعتمد على نقاوة وجودة مياه البحر. من هذه الأنشطة هي المزارع السمكية. عندنا تقريبا في ساحل الفجيرة 4 مزارع سمكية. هاي المزارع السمكية وظيفتها تقوم باحتضان أنواع من إصبعيات الأسماك وتربيتها في أقفاص في البحر
البيئة البحرية عندنا في الساحل الشرقي تتميز بمميزات تجعلها تستقطب الأنشطة البحرية. درجة النقاوة عندنا جداً عالية، التلوثات أقل، التنوع البيولوجي أكثر، فعشان شيء إنه المزارع السمكية تشوف إنه هذه المواقع هي الأنسب لتربية الأسماك. البيئة البحرية عندنا في إمارة الفجيرة غنية بالتنوع البيولوجي، غنية بالعناصر الغذائية، لذا هي تعتبر منطقة استراحة لكثير من الطيور المهاجرة، مثل ما شفنا أنواع من الطيور المهاجرة، الطيور البحرية. هذه الطيور تكون أو تنزل على جزيرة الطيور في فترة معينة، واللي هي فترة الشتاء. ففي فترة الشتاء بنلاحظ وجود هذه الطيور أكثر على هذه الجزيرة، لذا صارت هذه الجزيرة من المحميات البحرية ومن المواقع البحرية المهمة لحفظ التنوع البيولوجي. هذه الجزيرة تتميز بتنوع زاخر في قاع البحر طبعاً، سواء كان من شعاب مرجانية، سواء كان من أنواع من الأسماك، من أنواع من العوالق البحرية والطحالب البحرية اللي تتغذى عليها هذه الطيور. وإحنا كهيئة الفجيرة للبيئة لازم نتأكد إنه هذا الموقع المحمي بعيد عن أي ممارسات خاطئة، وما زال يتمتع بالتنوع البيولوجي ووجود غنى في الأغذية البحرية والطحالب اللي تكون غذاء للكائنات الأخرى اللي تمر في هذه البيئة. فمهم جدا بالنسبة لنا أن تكون هذه المواقع مواقع محمية، مواقع أكتف، تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة للكائنات الأخرى. تحرص هيئة الفجيرة للبيئة على عدم وجود أي نفايات ممكن تضر في البيئة البحرية، حتى النفايات اللي تكون طالعة من المشاريع اللي موجودة في البيئة البحرية لازم نتأكد إنه هذه المشاريع تكون وفق المعايير التي وضعتها لها هيئة الفجيرة للبيئة، ما تكون أي مخرجات طالعة من هذه المشاريع ممكن تضر لنا في التنوع البيولوجي، ممكن مثلاً تضر لنا البيئة البحرية. لأن مهام هيئة الفجيرة للبيئة في القطاع البحري أو في البيئة البحرية، تحرص هيئة الفجيرة للبيئة على بقاء البيئة البحرية على أكمل وجه من ناحية الحفاظ على التنوع البيولوجي، حفاظ على البيئة البحرية من أي ملوثات خارجية، المتابعة اليومية لأي أنشطة تكون على البيئة البحرية، الهدف الرئيسي منها عدم مساس الملوثات بالتنوع البيولوجي. فعندنا جولات يومية، جولات للبحر، هذه الجولات تكون بالفحص العيني على مياه البحر، نتأكد من جودة مياه البحر، نتأكد من عدم وجود ملوثات تطفو على السطح، عدم وجود ملوثات كيميائية مثلا ممكن تضر في البيئة البحرية، نتأكد انه المحميات اللي موجودة عندنا لم يطالها، لم يمسها اي تلوث. فوجود أي تلوث هذا يضر عندنا في الموارد اللي موجودة في البحر، أيضا يضر عندنا في التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي بالنسبة للهيئة جدا مهم، فهو مصدر لغذاء الشعب في إمارة الفجيرة. أيضا من واجبات هيئة الفجيرة للبيئة هي الإشراف على ممارسات الصيادين في البيئة البحرية، نشرف على أن الصيادين ملتزمين بالمعايير التي وضعتها لهم هيئة الفجيرة للبيئة،
المصيد اللي لدى الصيادين هو المصيد المصرح به من قبل هيئة الفجيرة البيئة. عندنا القوانين في مواسم معينة نحد فيها الصيد في أنواع معينة من الأسماك، وفي مواسم معينة نطلق فيها الصيد لأنواع معينة، فلا بد أن يكون أو تكون الممارسات اللي متبعة من قبل الصيادين وفق المعايير التي تسويها الهيئة بالنسبة للصيادين. البيئة البحرية عندنا بيئة نادرة تتميز بموقع ممتاز، هذا اللي عطاها النمو والزخر في التنوع البيولوجي. عندنا البيئة البحرية هنا تطل على خليج عمان، خليج عمان مرتبط بالمحيط، بالتالي حركة المياه في البحر هي حركة أوسع وخارجية، مما أثر ذلك على تعزيز التنوع البيولوجي. البيئة البحرية في هذا الموقع تتنوع، عندنا بزخر في التنوع البيولوجي، ما شاء الله عندنا نمو جميل في الشعاب المرجانية، وهذا دليل على وجود 5 محميات بحرية. هذه المحميات البحرية تتميز بوجود أنواع من الأسماك، منها الأسماك الكبيرة، منها الأسماك النادرة، أيضا حتى الشعاب المرجانية عندنا تتميز بنمو عالي، وهذا ما هذا اللي احنا نقدر نحصله من التقارير، وهذا اللي احنا نشوفه من مشاريع استزراع المرجان. عندنا مشاريع لاستزراع المرجان لتعزيز الثروة السمكية ولتعزيز النمو المرجاني. مثل ما نعرف أن المرجان يلعب دور كبير في نمو التنوع البيولوجي، يلعب دور كبير في قضية تغير المناخ، ومهم جدا أن هذه الأنواع الموجودة في البحر تكون بدرجة جودة عالية وكفاءة عالية. لذا كانت البيئة البحرية في إمارة الفجيرة من البيئات النادرة الحيوية اللي تحرص هيئة الفجيرة البيئة على تعزيزها بالتنوع البيولوجي الحيوي والإنتاجية العالية. علي حسن الحمودي، مدير محمية وادي الوريعة الوطنية التابعة لهيئة البيئة بالفجيرة. محمية وادي الوريعة تحتوي على العديد من الحياة الفطرية من الحيوانات والفقاريات والنباتات، ما يقارب 806 أنواع من هذه الحياة الفطرية، تقريبا 206 أنواع من النباتات، 94 نوع من الطيور، وكذلك أنواع من الفقاريات واللافقاريات والحيوانات، توجد منها المهددة بالانقراض، وتوجد منها كانت موجودة وانقرضت، ولكن الحمد لله في برامج الحين تعمل عليها إدارة المحمية وإدارة هيئة البيئة لإعادة هذه الحيوانات للطبيعة. طبعا احنا نراقب المحمية في بعدة أشياء، أولها الجوالين الموجودين، عبارة عن جوالين موجودين في كادر المحمية، هم يقوموا بجولات يومية أو أسبوعية على إطار المحمية. المحمية طبعاً 220 كيلو، مساحتها كبيرة، عشان ذلك نراقبهم بعد بكاميرات، هناك في كاميرات فخية موضوعة في مناطق ومداخل المحمية. نستخدم برامج بعد ذكية مثل برنامج سمارت لتحليل هذه البيانات وسرعة التحليل. فترة الأمطار طبعا معروف أن هذا وادي والوديان تكثر، وما زال الحمد لله الجيران الوديان، وطبعا احنا الوريعة بروحها تشتهر أنها الشلال الوحيد في الدولة، الشلال هذا دائم غير منقطع، طول الشلال تقريبا من المنبع لين ينزل بالشلال تقريبا طول الجدول هذا 5 كيلومتر من منبع الجدول لين ينصب في الشلال. طبعا تم حماية هاي عن طريق احنا نتعاون مع الشرطة ووزارة الداخلية، نبلغهم ان في وديان وفي كذا، فالحمد لله هم يساعدونا نسكر المحمية من قبلنا ومن قبل الشرطة، بحيث انه ما في احد يدخل يتضرر او يتضرر من السيول. طبعا تتميز محمية وادي الوريعة لانها مسجلة في كذا منظمة دولية، يعني احنا مسجلين في منظمة رامسار اللي هي المناطق الرطبة، ومسجلين في اليونسكو، تم تسجيلها كتراث طبيعي
طبعا كتراث طبيعي لتحافظ الحفاظ على هذه المحميه كتراث طبيعي دولي. يعني هذه كل التسجيلات هذه عباره عن تسجيلات دوليه بمنظمات دوليه، هي ايقونه، فصارت محميه وادي الورعه ايقونه للاماره البجيره ولدوله الامارات. يعني والحمد لله احنا كاداره محميه نشارك في كل الفعاليات اللي تخص المحميات سواء في اليونسكو او منظمه رامسار.